السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. اليوم نأخذ المحاضرة الثانية ضمن برنامج الـ QGIS. أنا حتى أعمل وأشتغل على برنامج الـ QGIS بشكل احترافي أعمل عن طريق الملحق اللي بلغن. هاي لغة برمجية مستقلة تقصد بها الملاحق أو الإضافات، إنه أنا أقدر أضيف على البرنامج بعض الأوبشنات الجديدة. من نروح على بلجن ونفتح هنا نقول له manage and install plugin بهذه الصيغة. أنا حتى أعمل وأضيف الخرائط بكاملها، يعني أضيف إمكانيات حديثة ميزات حديثة بهذا الموضوع، يفضل أنه أستخدم أنا هسه هنا الـ يقصد بها جميع البرمجيات أو اللواحق اللي أقدر أنا أضيفها أو أستخدمها ضمن البرنامج بعد ما أعمل لها install أيا كانت الأوبشن أو الخاصية. بالمناسبة احنا قبل كل شيء تروح على السيتنج تتأكد البرنامج انه متفعل يعني مع الانترنت، فتقول له ريلود ريبوستراري حتى انه تتأكد من عنده انه هو overall progress متفعل مع الانترنت. هاي اول خطوة قبل ما نبدأ بالبرنامج، وحتى نعمل بي بشكل احترافي، يعني عملنا يكون بي بشكل احترافي ضمن الوحدة البرمجية اللي هي البلاجن، احنا نسميها يعني الاضافة او الملحق بصورة عامة. يفضل انه ننصب على البرنامج او نضيف للبرنامج يسمونه تايل بلس بلجن. هذا مكون اضافي غالبا يستخدم مع برنامج جي اي اس او الكيو جي اي اس، صراحه هو اغلب شيء يستخدم مع برنامج الكيو جي اي اس. هذا البرنامج تنصبه اللي هو صراحه اعلم يعني نضيفه نسميه اضافه جيده لبرنامج الكيو جي اي اس. الغرض من عنده يعني يعمل بصوره عامه، الرئيسيه هو على الخرائط، نصب الى الخرائط وخدمات الخرائط عبر الانترنت. انت مثل ما تعرف حتى تنزل اليوم مثلا صوره جويه او تنزل بيس ماب او تنزل كذا، شنو تروح؟ تروح على مواقع، موقع يو اس جي اس، موقع ايرث اكسبلور، تروح على موقع جوجل ماب، تروح على كذا. هذا راح يسهل لك، هذه الاضافه راح تسهل لك يعني بعد ما انه تروح للمواقع تلقائيا منا تبدا عن طريق البرنامج تدخل لكل هذه الاوبشنات. فضروري جدا تنصيب هذا البرنامج، يعني حتى انه توصل انت مرحله ما تشتغل به بشكل يعني مبتدئ بيجنر، لا تشتغل به بشكل محترف من بادئ الامر. سو اول خطوه نروح على السيتنج، بعد ما نعمل لها نروح على الال، نتلاحظ هاي كل الاوبشنات الموجوده بي، لكن انا حتى اضيف الاوبشنات الاضافيه والمحترفه فشن نقول له؟ نقول له انستل فروم بصيغه الزد اي بي، تمام؟ فنروح على الانترنت بصوره عامه، ايش نكتب؟ نكتب هنا حتى تلاحظون، نكتب تايل، راح انا اذكر لكم العنوان، تكتب تايل بلس بلجن، تايل بلس بلجن، تمام عيني؟ هاي الضيفة الغرض من عندها حتى نسولف عنها بصورة عامة كأوفر فيو، تصل إلى خدمات الخرائط عبر الإنترنت، تحملها خرائط تجزئية يعني مباشرة بعد ما تروح الجوجل ماب أو البينج ماب أو الأوبن ستريت ماب، لا مباشرة تستخدمها منها. ثانية يتنزل البرامج التجزئية مباشرة بدون اتصال. ثلاثة تتحكم بالمستويات الزوم ليفل، اكو بعض الاوبسايت يعني الويبسايت ما ينطيك زوم تكبر وتصغر، هذا ينطيك اياه مباشرة. يضيف لك طبقات مرجعية، يتكامل مع نظام الجي اي اس رأسا يرسلك الى برنامج، وعده عندة اوبشنات، والاهم من هذه الاوبشنات هو عمل الستلايت ايمج بدقة احترافية من مواقع الانترنت. سو اول خطوة تعمل فنقدر نقول انه التايل بلس بلجن يعتبر هو أداة متقدمة للعمل مع خرائط الانترنت وتجزئاتها. يريد يعمل بشكل متقدم ينصب هذا البرنامج، يعتبر اضافة ضمن برنامج الكيو جي اي اس. تكتب بالجوجل بصورة عامة تايل بلس بلجن، بعد ذلك تروح على الاوبشن الرئيسي اللي خاص بهم واللي هو داونلود ان انستل التايل بلس بلجن، تمام؟ بعد ذلك تروح على الداونلود، طبعا هو ينطيك الخطوات الداونلود ان انستل التايل بلس بلجن ان كيو جي اي اس، ينطيك الاوبشنات بشكل تفصيلي يعني خطوه بعد خطوه، ستيب بعد ستيب. اول خطوه نعمل داونلود، بعد ذلك نروح للبرودكت نعمل انستل. هسه احنا نريد اول خطوه شنو هي؟ نعمل داونلود للبرنامج، تمام؟ انا الخطوات راح اعمل لك اياها، راح اترك لك اللينك الخاص بالويب سايت للتايل بلس بلجن اللي هو المتقدم من الملحق للأدوات الإضافية.
ننزل للأسفل نعمل داونلود لهذه الصيغة. إذا عندك إنترنت داونلود مانجر مباشرة راح يتحمل، أو يتحول عن طريق الجوجل أو صفحة الويب اللي أنت فاتحها مباشرة. بعد التحميل راح ينزل على صيغة ملف مضغوط. نروح هسه على برنامجنا الاعتيادي، تمام، اللي هو البلجن الملاحق الانستول فروم زد اي بي. هسه راح نضغط هنا حتى نختار الملف اللي نزلناه، تمام، هذا الملف اللي نزلناه هسه اللي هو تايل بلس بلجن، نختاره منه موجود بالداونلود تايل، هذا هو تايل بلس بلجن. اقول له اوبن بهذه الصيغه، اقول له انستول بلجن، نصب لي انستول بلجن فروم انا يس. تكمل عملية الانستال، راح تلقى انه تلقائيا ظاهر ضمن البرمجيات الموجودة ضمن الأل. تدخل هنا هاي جميع الملاحق الموجودة، هاي لاحظ هنا جميع الملاحق الموجودة. فأي ملحق أنت تريد تضيفه إضافي، يعتبر هذا التايل بلس بلجن هو شيء إضافي متقدم راح تضيفه أنت ضمن العمل. فش كيف تضيفه؟ قلنا من الانستال آن آي بي، نضغط من هنا بهذه الصيغة المفروض، العفو، نغلق البرنامج. أوكي، هسا نقول له انستال بلجن، انضاف البرنامج الى مجموعة الال. هذا دي يقول لك البلجن انضاف بشكل ناجح. ترجع على الال راح تلقاه ناظم من هذه المجموعة. طيب طريقة العمل عليه، طب المهارات المتقدمة والاحترافية تعملها ضمن التايل بلس بلجن. وانا اتوقع اذا انت طالب دراسات عليا او باحث او طالب دكتوراه ايا كان او ريسيرشر، العمل بهذه المبدئيات وبالطرق الاحترافية راح يكون جيد معك، خاصة ضمن الاخراج وضمن الريزلت والنتائج اللي انت راح تشتغل عليها. امتداد البرنامج راح تلقاه موجود هنا تلقائيا بالاسفل، امتداد البرنامج الانستلد موجود هنا للبرنامج الانستلد فروم زد اي بي، راح تلقاه هذا هو البرنامج الانستلد، تلقاه هنا النون انستلد، هاي قائمة تلقى البرنامج ضمن الانستنت. لاحظ هذا الامتداد هو موجود تايل بلس بلجن، تمام. هسه بدنا نقدر نقول كلوز. هاي هي يعتبر الميزة المتقدمة او الميزة الاحترافية اللي احنا راح نشتغل عليها. فصراحة قبل ما نبدأ بالبرنامج حتى نبدأ به بشكل احترافي، يفضل عملية داونلود للتايل بلس بلجن ضمن برنامج الكيو جي اي اس حتى نشتغل عليه بعمل احترافي. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، هو اضافت الملحق او الاضافة الجديدة ضمن البلاجن اللي هو تايل بلس بلاجن اللي هو يعمل ضمن الخرائط المتقدمة وتجزئتها الى ليارات. اذا عندكم سؤال لحد الان تقدرون تراسلونا على القناة، نتواصل مع